مقنعنا في هالشيء صراحة. سوى شو ثاني شيء يعني حركاتك ما صارت تعجب الشباب صراحة. سويت حركاتك يعني يوش خلاص خلاص مو أنا أبغى نختصر الموضوع خروج نهائي خلاص صراحة خروج. لا أبزح أبزح خلاص ما نبغاك ما نبغاك مش راح صراحة توكل. أو قلتوا له قلنا أنا والله والله أنا بعد حتى أنا نفسه بس ما بياخذ بخاطري يعني. أقلبك لايم راح ينعض بعض فيكم شو الحركة علموني ما تستعلى وجه يوشو لا وصخ انت تذكر شو سويت تكلم عادل طقش دخل تكلم عادل شيك شيك تكلم عادل سويت شفت انك دافش ايش سويت انا والله ما ابي ازعله والله حمود جد والله ما بتاخذ بخاطرك يعني شهد شاهد من اهلي طيب ايش اللي مزعل ايش اللي مزعلكم انا سمعت حركاته صراحه سمع لا 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 خليكم من الحركه انا سمعت اللي سمعته امس صراحه يعني جتني في شيله حق انت حط وجهي في الارض من جدك قول والله ايش كل يسوي نفسه ما يدري يعني انت بي لف الدوران ذا انا ما يعني انت بي كذا انت بي كذا انا مو ايش سويت انت بي كذا انت تدري انت بي كذا انت بي كذا خلاص انت علمتني قدرك كذا انت علمتني خلاص سويت انت علمتني كذا سويت قدرك كذا شوف كلمة ثانية بلبسك لي سويت حمود انت تدري ايش سويت سويت لا تقول لا تسوي ما تدري لا تدري وشو تدري تدري يقل خلاص خلاص لا لا خلاص والله والله معليش معليش يلا اطلع 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 لا تجي خيامنا راح اطلع برا يا عيال والله لا ادوس ببطنكم تكلموا يا اخوك انا مستعد مستعد احجز لك قطار راح ما في قطار ما في قطار بعد لا لا والله اسمع اسمع تعال يا اخي والله تعال اقول له يلا ايوه انا عندي شاهد ايوه والشاهد ده بيعطيك النهايه مين زهير زهير تعال زهير 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 نعم نعم تعال ادخل ادخل ايش هو سوي امس محمد ايش مشكلة امس هو مشكلة كبيرة محمد شفت شفت حمود بعد شفت والله اربع شهاد عندك اربع شهود 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 ايش سوي هو ايش سوي مشكلة ذا كبير نظر ايش سوي شوف حتى شفت مستحي يقول مستحي يقول زهير مستحي يقول يلا بقى ايش 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 سوي بس مشكلة يوشو زعلان انت زعلان الحين محمد شوف ايش هو سوي مشكله كله ما في معلوم وش مشكل وش مشكله انت ما في معلوم بس مشكل كبير زهير انت انت ما يبي يقول زهير صراحه ما يبي يقول ما يبي يقول لان شايف انت يبغى يقول ولا لا ما في يقول ليه انا يجي خيمه اسكت 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 لا 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 وصل وصل لا انا شو مسوي وانت نايم يا حمود وانت نايم والله كنت نايم شو مسوي انت كنت نايم ما نبيك اي وشو كنت نايم والله هذا تبي الحقيقه تعال زي تعال تعال ادخل 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 ما دام تحرك تعال علمني ايش السالفه بلا مويه بلا كلام فاضي علمني ايش السالفه علمني ايش السالفه دخلت الخيمه حياتك ايش قاعد تقول انت انجب حياتك هذا اللي قاعد احط عبد العزيز انا والله جا برقد والله بسريري انا ما ادري بخر يدي طيب بقولك 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 انطق انت ايش سويت انت؟ ايه خلني اجيب موي ايش سويت؟ سويت ابي اعرف ايش سويت؟ مليون سنه بلشنا معاه بلشنا معاه في خيمه ببابين ليه مقعدني معاه في خيمه تكفى عشان سكرت يعني يعني عشان ما حد يدري سكرت كل السمع شو السالفه؟ بقولك بقولك هد يدي هد يدي لا ما في هد يدي خلاص دخلت ذا الخيمه ما تطلع هد يدي بروح دخلت ذا الخيمه ما بروح اجيب مويه انا عطشان اصلا ينشف ريقي علمني شو السالفه الموضوع علمني شو السالفه الموضوع ينشف الريق ينشف ينشف لا 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 علمه ايش سواه؟ لا ليه؟ بس بس اتعلم هو يدري ايش سوى يا ولد شوف والله يضربنا صفقنا تنفخ جلدي قسما بالله انا شوف هنا هنا صفقني على وجهي قلب الخيم على وجهي لا يما الدفاشة يا ولد ما شاء الله يده مو بيد والله يده مو بيد مو بيد والله باكستاني ذا سكر 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 ما ادري يرضى مني يا اجل كذا نظامك امس ها؟ قدها خلك 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 قدها يا الوسخ خلك يا القذر خلك يا الوسخ لا والله بجيدي والله بجيدي شلون؟ طيب يا عم امك سكر يا عم سكر 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 ما
راح يجيك راح يجيك. لا 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 حمود حمود خلاص خلاص. كل بحكم ان احنا نجينا بعمرنا الحين هو في السيارة جنبنا. وقف وقف. ايش تبي تثبت انت؟ شو يسوي ذا؟ ها؟ طيب شوف اسمعني انا بقول لك السبب واكون معك صريح. السبب يا محمد طارق غلط غلط انك تنام بسروال وفانيلة والعيال موجودين غلط. اسمع يا رب السبب الباهر انا ما انا كنت مكمل الحلقة الأخيرة الحين صدمت الله يا العالمين هلا ومرحبا ومسهلا. ايش قصة كنت مشتاق لك اقسم بالله. تدري اني من امس صحتك اشوفك تتصل علي كسر جواله يا الربع. اي والله احس اني ضايع. سبحان الله انت زين ما تهتم لنا لكن احنا نهتم لك. لا والله من قالك ما اهتم. والله صافط انا صافط والله انك صافط يوم معنا ست ايام لحالك. لا والله عشان الحق عليكم في حايل والله. الله اللي مرحبا ومسهلا يا اطلق بالرجال هاي الجميلة. ارحبوا يا رجال ارحبوا ومرحبا. مكان فيه كمية جمال مش طبيعي ما ادركت الا يوم طلع النور. ما شاء الله تبارك الله. كيف المكان معك يا حمود؟ عظيم هاي الحلوة يا أخي جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. طبعا اليوم بنكشت بمكان ثاني لأن كشفتنا في هذا المكان يومين. بإذن الله بننتقل لمكان جديد ما شاء الله. الجيب امتلى ما فيه إلا مكان لا شخصي. شو كذا معنا مواتر ثانية أنا يمكن أركب مع عبد الرحيم. آه زهير كيف نوم أمس؟ كويس مية ما شاء الله. يلا يلا انت شكلي ليه تنرفز كذا الحظ؟ ليه؟ ما احب وهو ما يحب بعد. ما يحب؟ انت بس كل شوي تقلب معي. تقلب تخرف النياط ما ينقال صدق. خليه يقلب عليك. لا 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 يكلب اسمع شكرا ما ابي. مكان فيه كمية جمال مش طبيعي ما ادركت الا يوم طلع النور. ما شاء الله تبارك الله. كيف المكان معك؟ عظيم مكان هاي الحلوة يا أخي جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. طبعا اليوم بنكشت بمكان ثاني لأن كشفتنا في هذا المكان يومين. بإذن الله بننتقل لمكان جديد ما شاء الله. الجيب امتلى ما فيه إلا مكان لا شخصي. شو كذا معنا مواتر ثانية أنا يمكن أركب مع عبد الرحيم. آه زهير كيف نوم أمس؟ كويس ما شاء الله. مية ما شاء الله. يلا يلا انت شكلي ليه تنرفز كذا الحظ؟ ليه؟ ما احب وهو ما يحب بعد. ما يحب؟ انت كل شوي تقلب معي. تقلب تخرف النياط ما ينقال صدق. خليه يقلب عليك. لا 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 يكلب اسمع شكرا ما ابي.